محمد محمود، ايه البخت ده يا اخي؟ حاجه تقطع القلب. ايه البخت ده؟ الولد ده له طله ودخل قلوب الناس كلها، ايوه مفيش بيت اتفرج على الولد ده وهو بيتكلم الا ما حبه. بقى نجم من قبل ما يلعب، انا اول مره اشوفها. ومش نجم ان هو ده الاصابه دي الاصابه الاولانيه الاولى. وهتيجي لقطه وهو بيقول للولد حرام عليك حرام عليك حرام عليك، لان سحبه الرجل اهي حرام عليك. فانما شوف خدت شقه. انت على فكره، بس انا عشان اطمن الناس واطمن محمد نفسه، ناصر ماهر فات بالموضوع ده رباطين وهو طالع برضه، وهشام حنفي لو تفتكر. بس قول ايام هشام الدنيا ما كانتش عارفه الاصابه دي قوي، انما ناصر طلع مع جريده كان عنده 17 سنه اصيب، والا كان زمانه من زمان يعني هو كان معلم كويس معلم عند الناس يعني. أي. فهو ماشي باذن الله يعني يرجع لنا بالسلامه، لان شخصيه الولد ده رائعه ويستحق ان الناس كلها تحبه.